المرة دي جت سليمة، المرة الجاية ما اطمنش، ممكن تطبل على دماغك ودماغه. يا باشا احنا ناس غلابة وملناش في السياسة. ما انا عشان كده استدعيتك. عقل ابنك، خليه يركز في مستقبله بدل ما يتلم عليه شوية عيال صيعة يملوا دماغه بكلام فارغ. حاضر يا باشا، حاضر. أوعد سعادتك إن من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني أبدا. يا ريت، لأني لو شفته تاني أنت مش هتشوفه تاني. يا نادر، الراجل اللي عندي سلمه ابنه، خليهم يروحوا. الله يعمل بيتك يا باشا، الله يكرمك ويوسع رزقك. شكرا يا باشا، الله يكرمك، الله يكرمك يا باشا. خش اتفضل، خش. ادم ادم يا حبيبي، كده كده يا ابني تخلع قلب امك كده يا ادم. ليه كده بس؟ ليه كده يا ابني؟ احكي لي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ عملوا فيك ايه؟ انا كنت في الجامعة، داخل في الجامعة عادي، لقيت في مظاهرة. الحمد لله على السلامة يا سي ادم. مظاهرات؟ مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي؟ احنا من امتى بتوع مظاهرات؟ يا خالي انت مش فاهم حاجة. خالي انا خالي بلا زفت بقى. اهدى بس، استنى انت كمان. عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة. انا نبهتك قبل ما تروح الكلية، قلت لك احنا من سكه والناس بتوع المظاهرات دول من سكه تانية خالص. يا ابني احنا ماشيين جنب الحيط، كل هدفنا ان احنا نكسب لقبتنا بعرقنا. قلت لك ده ولا ما قلتلكش؟ يا انت مش مصدقني ليه يابا؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. ولما انا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه؟ ولا عايز تقضي بيت عمرك ورا الشمس؟ يا ادم، يا ادم ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك. هو قال لك اهو. خالي والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة يا خالي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يابا انا مش في الجامعة يابا. انت الجامعة مالها ومال المظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص. جري يا امين، ما تخف على الواد شوية. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، خف على الواد يا امين، ما هو كله بسببك. انا؟ امال امي؟ مش انت المسؤول عن تربيتهم وتوعيتهم؟ اراهنك ان الواد خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، الله يسامحك. تعمل لي عملة وترجعي تقولي لي الله يسامحك. يابا ما تصحش كده اهدى يابا. اهدى. انت بتمددك عليا يا هلا؟ انت بتشدني؟ والله عال لا اسمع، اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمة هنا. لا انا هنا الكبير، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اصحى. انا هنا الكبير، انا اللي كلمتي لازم تمشي، واللي مش هيسمع كلمتي اطلع برا البيت. اتفضل برا برا. ايه يا امين حرام عليك يا ادم. انت برا برا. ادم 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 حرام عليك يا ادم. تعالى راح فين؟ ما تزعلش منه، ده في الأول في الآخر أبوه خايف عليك. هنزل شوية. آدم آدم. سيبيني هنا. لا مش هسيبك. اطلعي. لا مش هطلع يا ادم. يا ست اطلعي بقى. مش هطلع. ما بحبش حد يشوفني كده. انا مش حطي يا ادم. يا نانسي بلدنا اتغيرت قوي، ما بقتش زي الاول. يا ريت ما تقوليش بقى بقت زحمه ولا مهرجله ولا شويه الحاجات اللي بيتلككوا بيها الناس اللي بيشتموا في بلدهم وعايزين يعيشوا بره دول. بص يا جو، احنا بلدنا زي ما فيها حاجات وحشه فيها حاجات حلوه كتير قوي. اقول لك على حاجه، زي ناسها مثلا. ناسها هم دول بقى اللي اتغيروا. عارفه يا نانسي، انا عمري ما كنت من الشباب اللي بيطالبوا ان هم يسيبوا البلد دي ويهاجروها ويمشوا منها. بالعكس، انا كنت بقف ضد اي واحد بيتكلم في القصه دي،
وكان عندي 100 حجة وحجة بواجهه بيها، بس للأسف الحجة دي ما بقتش موجودة أصلا. إزاي يعني؟ أنت بتقولي مثلا ناسها، أهو ناسها دول هم اللي اتغيروا. الناس ما بقتش بتحترم بعض. أنا كنت بقول إن مفيش شعب في العالم بيحب بعضه زي شعبنا. كانوا زمان أسرة واحدة، بيحبوا على بعض وبيخافوا على بعض وبيحموا بعض، بس النهاردة ما بقاش في حد بيحترم التاني. المشكلة إني ما بقتش قادر أتعامل مع الناس، ولا قادر أفهمهم، ولا قادر أتعايش معهم أصلا. أيوة يا جو، بس أنا مش حاسة إن الناس بقت وحشة قوي كده يعني. عشان أنت عايشة في دايرة مغلقة عليكي. أنت دايرتك ضيقة قوي يا نانسي، بيتك والكنيسة والجاليري وأنا. بس عارفة، لو في يوم من الأيام خرجتي من الدايرة دي لأي سبب من الأسباب، هتفهمي اللي بقولهولك ده، وهتكون صدمتك كبيرة. وأنا بقى من حقي إن أنا أخاف عليكي وعلى أولادنا، عشان كده لازم نمشي برا البلد دي. طب بالراحة بس، ممكن تسمعني؟ قولي. إحنا مش عايزين نظلم الناس قوي كده برضو. أنا وإنت عارفين كويس قوي إن أخلاق أي شعب في الدنيا لما بتتغير للأسوأ زي ما إنت بتقول، ما هو ده برضو بيبقى جاي من مشاكل اقتصادية اللي متعرضين لها، للظلم، للفساد اللي بيشوفوه. وبعدين يا أخي، ما إحنا لو رحنا أي بلد تانية في الدنيا ما هنقابل نفسيات وحشة برضو، وهنقابل ناس متعصبين، سواء في الدين أو في اللون أو في الجنسية مثلا. طب نروح فين واعمل إيه عشان نعيش في مجتمع بيحترم بعضه؟ نفضل وسط أهلنا، على الأقل لما نقابل أي مشكلة من دول نلاقي حقنا نترمي فيه. يا جو، عشان خاطري أنا نفسي أعيش في البلد اللي تربيت فيها، وعايز أربي عيالي فيها كمان. ممكن؟ أنت إيه الحكاية بتاعتك دي؟ أنت مش ناوي تبطلي شغل الجنان بتاعك ده؟ لو سمحت يا بابا، أنا مش مجنونة. أمال إيه شغل التخلف اللي أنت فيه ده؟ وسقوطك في الكلية أكتر من 3 سنين، واختلافاتك السياسية مع الدكاترة، واشتراكك في المظاهرات كل يوم والتاني، كل ده بتسميه إيه؟ بسميه حرية شخصية، أنا من حقي أعبر عن رأيي. لا، مش من حقك، لأن طول ما أنت بنتي وشايلة اسمي لازم تخافي على مصلحتي. هو ده اللي مزعلك؟ مصلحتك؟ مصلحتي هي مصلحتك، وما تنسيش إن أنا ظهري ليكي. ولولا انهم عارفين انك بنتي ما كانوش خرجوكي لغايه دلوقتي. من فضلك بقى يا منيب، كفايه لحد كده. كفايه ازاي؟ كفايه ازاي اقول لهم ايه في الحزب؟ بنتك مخليها رقبتي قد السمسمه، اقول لهم ان بنتي اللي من لحمي ودمي بتشتغل ضدي؟ وفيها ايه لما تكون توجهاتي السياسيه عكس توجهات الحزب اللي حضرتك فيه؟ ما هي دي الديمقراطيه. ليه بقى ان شاء الله؟ انت فاكره ان انت الوطنيه الوحيده والباقي كلهم خاينين؟ انا ما قلتش كده. كل تصرفاتك بتقول كده، ويؤسفني ان اقول لك ان كل ظنونك غلط، والبطوله والحماس اللي انت فيه دي هتروح مع اول قلم تاخديه في اي اسم. يا بابا انا قصدي بلا بابا بلا زفت. الله ينعل ابو اليوم اللي انا خلفتك فيه. اهدى شويه يا منيب لو سمحت. اهدى ازاي يا ست هانم؟ هو ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه بعد ما اتطلقنا؟ مطلع علي البنت بلطجيه وثورجيه وبتاعت مشاكل ومظاهرات. يا ريتني ما كنت عرفتك ولا خلفت منك. انت غلطه في حياتي بدفع ثمنها لغايه دلوقتي. طالما بتعتبرنا غلطه كده ما تتبرى مننا وتسيبنا في حالنا بقى. اخرسي يا قليله الادب، الغلط مش عليكي، الحق عليا انا عشان قلبي كبير وسبتك تتربي مع امك انت واختك في الجو الموبوء ده. من فضلك يا منيب، ما اسمحلكش تجيب سيرتي على لسانك باي غلط. ليه بقى؟ تنكري ان ابوكي هو اللي بس الافكار المسمومه في دماغ البنت وخلاها تطلع بالشكل ده؟ وكمان ما تجيبش سيره بابا على لسانك. بابا ده كان راجل وطني بجد وبيحب مصر. ليه بقى؟ احنا بقى اللي بنكره مصر؟ انتوا كرهتوا الناس فيها بكذبكم وظلمكم. يوه، انا مش جاي هنا عشان ادافع عن نفسي ولا اخد منك محاضرات. هي كلمه، يا تلمي بنتك يا اما هرفع ايدي عندكم، وساعتها الله اعلم ايه اللي ممكن يجرى.